السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في برنامج تايم أوت المختص بلعبتي كرة اليد وكرة الطائرة. طبعا اليوم عندنا مواضيع متنوعة وكثيرة في اللعبتين، لعبة كرة اليد وكرة الطائرة، لكن في البداية خلونا نرحب بضيوفنا في الاستديو، الكابتن علي العنزور مساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، حياك الله كابتن. يا أهلا وسهلا ويا أهلا في الأخوة المشاهدين. كابتن بدر ميرزا نجم الكرة اليد البحرينية والأهلاوية سابقا، حياك الله معنا في برنامج تايم. الله يحييك، شرف لنا نكون هنا في قناة الرياضية البحرينية الجديدة. يعني شرف لنا كابتن. طبعا انتهت الجولة السابعة لدوري الاتحاد البحريني لكرة اليد، وتوقف الدوري لاستعدادات منتخبنا الوطني لبطولة آسيا المزمع إقامتها في كوريا الجنوبية. خلونا نطلع تايم أوت مع الزميل أحمد محمد. حقا عندما تتسع الرؤى تقل مساحة التعبير. أنت لاعب كرة يد، إذن أنت وحش جميل، خليط مدهش، أقدام لا تتعب، لكأنما هي أقدام نمور. دوري رجال اليد يتوقف بعد الجولة السابعة لاستعدادات منتخبنا الوطني لبطولة آسيا بكوريا. المنافسة لم تكن بالسهلة، ورباعي الأغوياء تتنافس لدخوله سبعة فرق، بربار والأهلي بصدارة الترتيب بستة عشر نقطة، والثالث بطل آسيا النجمة برصيد 15 من دون خسارة وتنقصه مباراة مؤجلة. بعدهم يأتي الشباب والاتفاق بأربعة عشر نقطة، والدير بثلاثة عشر، وفي المركز السابع أم الحصم باثنى عشر نقطة. دوري كرة اليد ما أحلى الرجوع إليه، فالمنافسة هذا الموسم لن تنحصر بل هي مفتوحة للجميع. المتعة والإثارة كانت عنوان السبع جولات السابقة، وملامح الرباعي لم تتضح إلى اللحظة. قصة الاحتكار والسيطرة لم تعد موجودة، فمن يعمل أكثر سيحقق ما يأمل. إذن بربار والأهلي في صدارة دوري اليد بعد الجولة السابعة ب16 نقطة، النجمة بفارق مباراة أقل منهم ب15 نقطة في المركز الثالث. كابتن علي، شلون شفت مستوى الدوري حتى الجولة السابعة حتى التوقف؟ والله أعتقد هناك مستويات متفاوتة. شفنا بربار ممكن يكون بعض المباريات طلع ما طلع جيد، بعض المباريات تتراجع، نفس الأهلي بعد يوم فوق ويوم تحت، فالمستويات اللي لاحظتهم انه غير ثابته، فالفرق قاعده تتفاوت في المستويات. مره ممكن يطلعون بشكل جيد ومنظم وجيدين في النواحي البدنيه والنواحي الخططيه، ومرات يتراجعون. يمكن هناك عده اسباب، توقفات، سوء الاعداد، او بعض الامور النفسيه تاثر في هالاشياء. كابتن بدر، يعني مع تراجع الأهلي في مباراتين تعثر بالتعادل، بربار خسر مباراة واحدة، النجم متوقع أنه يعود إلى المنافسة بكل قوة لأنه عنده مباريات مؤجلة ما لعبها بسبب الأسيوية، تتوقع الأهلي وبربار أحد منهم راح يلقى صعوبة في المنافسة على بطولات الموسم؟ والله شوف، أنا أعتقد يعني المواسم السابقة تعرض الأهلي وبربار أو حتى في فرق تعرضت لهذه المواقف يعني، بس أنا أعتقد أن هذه الفرق فرق كبيرة، يعني في النهاية مستحيل أن هي راح أن تكون تبتعد عن المراكز الأربع اللي بتكون في المربع الخاص بالنسبة لكرة اليد. فأنا أعتقد أن الأهلي وباربار والنجمة هذين الفرق من الصعب إزاحتهم على خارطة اللي هو المربع الذهبي، خلينا نقول عنه يعني. يمكن كابتن علي، سبع فرق عندنا تنافس على المربع الذهبي، نلاحظ تقارب في النقاط من بينهم، هاي الشيء راح يعطي مثل ما نقول نكهه خاصه لمنافسات الموسم. والله هالموسم ذي بالذات فعلا هناك اكثر من فريق مرشح انه يكون في المربع، هم محتاجين اربع فرق تكون في المربع. لو افترضنا ان النجمه والاهلي وباربار كفرق اساسيه راح تكون في المربع، راح يتنافس على هذه المراكز ايضا. هناك الدير، هناك الاتفاق، هناك الشباب حظوظهم جيده ايضا، ممكن ينافسون وممكن ترى يزيحون احد الفرق. كل شيء جايز، هذه رياضه، ايش ما تقدم راح تاخذ. نتوقع ان المنافسه على المركز الرابع علشان يكونون في المربع بتكون شديده،
بصورة كبيرة بين 4 إلى 5 فرق. هلا نتوقع ذي الموسم دير كابتن بدر يمكن احرج الاهلي من اول مباراه في الدوري، وكان يمكن ناقص خصوصا للاعب حسن مدن احد اللاعبين المميزين عندها الموسم، ما رجع للفريق لحد الان واحرج الاهلي وتمكن من التعادل في اللحظات الاخيره. الاهلي تتوقع انه تتواجد في الربع الكبار هذا الموسم؟ والله مثل ما ذكر اخوي علي كابتن علي، الفرق هذه فرق المفاجات والفرق طموحه، ممكن في اي لحظه مثل ما قالت تزيح اي فريق، بس دائما تحتاج الى ان تكون جديه اكثر بحيث ان عشان توصل لهالمناصب هذه. يعني احنا نلاحظ يعني مثلا المستوى يكون ساعات مرتفع وساعات نازل، وهذا اللي ياثر على الفريق انه يمكن ما يعطي في المباريات الجايه. فريق الاهلي يمكن لما الدير تعادل معه او الاهلي تعادل مع الدير في الدقائق الاخيره او في الثواني الاخيره، انت لو تلاحظ ان الاهلي يمكن كان يعاني مثل ما قال الكابتن علي انه في الاعداد ماله كان متاخر، واجد جدا متاخر بسبب العقود كان عنده على اعتقد مشاكل، فما قدر انه يعد فريقه الى بدايه الدوري. يمكن لعب في مباراه السوبر كمباراه قدم فيها مستوى جيد بس ما كان جاهزيته 100%. الدير يحتاج الى انه لازم يبذل مجهود قوي عشان يوصل الى المربع. الاهلي عموما راح نتكلم عنه بشكل اكبر في الحلقات المقبله، لكنه يمكن راح يعاني لانه خسر نجوم في الفريق، خصوصا انه راحوا بعض اللاعبين الى المنافس المباشر نادي النجم مثل محمد ميرزم مثل مهدي سعد، هذا الشيء راح ياثر بالنسبه للمنافسه بالنسبه للاهلي. ما في شك اخوي محمد، الاهلي في اخر 12 او 13 سنه استقطب لاعبين من انديه اخرى، استقطب هذه اللاعبين نقدر نقول شب سيطره على البطولات سواء المحلية أو حتى الخليجية، استفاد منها كبير الأهلي. بس في النهاية الأهلي ما خطط بصورة صحيحة أنه يطلع نجوم من القاعدة، لذلك الأهلي عقب 12 سنة أو 13 سنة الموسم هذه بانت الصورة أكثر لما مشوا معظم النجوم اللي استقطبهم في السنوات الأخيرة راحوا إلى المنافس التقليدي، فبانت الصورة أكثر. اليوم في هذا الموسم احنا قاعدين نشوف ان الاهلي فعلا بالجهاز الفني والجهاز الاداري الجديد قاعد يدز بعض الوجوه الشابه كمواهب، وهذا شيء جيد. احنا نقول هذه قبل 4 أو 5 سنوات مع تواجد اللاعبين اصحاب الخبره اللي استقطبهم الاهلي كان المفروض في كل مباراه يقدم له وجه من الناشئين، علشان شنو؟ علشان يهيئهم لما ذلين النجوم موجودين عنده، يكون لما يرحلون ذلين النجوم انت عندك خبرات جيده بمواهب جيده. ولكن للاسف الاهلي متاخر في هالشيء، بس اعتقد اليوم في ذي الموسم وهم على الطريق الصحيح. شفنا يمكن 3 إلى 4 لاعبين مواهب صغار في السن سواء ناصر او يوسف عندهم على الدائره او عندهم علي الشعله او علي غسان، منتخب على ما اعتقد ومثلهم منتخب الناشئين، يمثلون منتخب الناشئين هم 3 عندهم في منتخب الناشئين، فاشياء زينه قاعد يقدمها الاهلي، وهذا الوضع الطبيعي. الاهلي ممكن يرجع، يحتاج صبر شوي، موسمين 3 راح يرجع الاهلي الى المنصه مره ثانيه. كابتن بدر يمكن مثل ما قال كابتن علي، الاهلي سيطر في السنوات الماضيه على كره اليد البحرينيه وحتى يمكن الخليجيه، بعد الفرق اللي العاده اللي تنافس على البطولات المحليه وتحتكرها لمده طويله تمر بفتره انتقاليه. شوف الفتره الانتقاليه حاليا اللي مر فيها الاهلي جيده نقدر نقول عنها؟ والله شوف انا بقول لك شغله واحده، الاهلي متعود دائما يمكن في الادوار التمهيديه، ومثل ما قال الكابتن علي يعني هذه الامور اللي احنا نتكلم عنها بحيث السنوات اللي ما كان فيها تخطيط وكان هذه ممكن لها تاثير كبير، بس الاهلي دائما في الادوار التمهيديه تلاحظ انه متذبذب في المستوى لاسباب، ممكن في الاعداد، ممكن في الاصابات، ممكن امور واجد. بس انا اتوقع الاهلي في المربع رغم ان النجمه، وانت لاحظتون ان في حتى مباراتهم في السوبر كان ويا النجمه قدم مستوى ابهر الكل فيها، كان قاب قوسين او ادنى انه كان حتى يفوز على النجمه يعني امانه لله. فانت تتوقع انه حتى شوف الفرق اللي راح تتاهل للمربع انا اعتقد انه بتكون لها شان لا تقل عن اي شان من الفرق الموجوده، فعلا ان فريق النجمه فريق من في اكبر العناصر منتخب البحرين واكثر اللاعبين خبره حاليا موجوده اللي انتقلت فيها من الاهلي، اضافه الى الصياد، اضافه الى اللاعبين الموجودين علي ميرزا من سابق وبابول واللاعبين ديلين. انا اعتقد انه بعد كم من اللاعبين
ممكن يصير ساعات احراج للفريق يعني ضغط نفسي على الجهاز وعلى الجهاز الفني وعلى اللاعبين بعد. وهذه مرينا فيها احنا كتجربه سابقه زين لما اندمج نادي النجمه ونادي القادسيه واحنا كفريق الاهلي كنا احنا نمثله كان نجوم الوحده والقادسيه لكن قدرنا احنا ناخذ البطوله منهم بكل سهوله يعني. نعم يمكن الان ننتقل الى المركز الثالث والرابع او الرابع والخامس الشباب والاتفاق 14 نقطه خلف المتصدرين. يمكن الموسم الماضي الاتفاق تواجد ضمن الاربعه الكبار، الشباب دائما يكون من الفرق المنافسه الفرق القويه اسم على مسمى فريق شباب مميزين دائما يكونون. ايش رايك في مستواهم هذا الموسم وكيف تشوف امكانيه ان يدخلون المربع الذهبي او سته الكبار تواجدهم بشكل دائم؟ التواجد في المركز الرابع لتكمله المربع راح يكون بين الشباب بين الاتفاق بين الدير ويمكن ام الحصم يدخل حتى صحيح. ام الحصم فريق جيد ايضا مر بظروف اصابه تيسير الحارس شكل ضربه كبيره الى الفريق ولكن قادر يرجع ام الحصم. اذا هناك يمكن اربع فرق تنافس على مركز واحد. هذه الاربع فرق كل واحد بشكل الشباب يملك طاقه وحيويه وتجانس اكبر على أساس أنهم من يوم كانوا صغار من القاعدة كانوا كلاعبين مع بعض. لو رحنا إلى نادي الاتفاق نفس الشكلية من القاعدة طلعوا فوق ما عندهم ناس من برا. لو رحنا إلى الدير نفس الشيء. الدير هذه السنة وضعيته تختلف، رجوع حسن مدن رجوع محمد مدن أضافوا للفريق شيء كثير صحيح. تواجد بنش على دكة الاحتياط نادي الدير هالسنة بالذات صعود مجموعة كبيرة من فئة الناشئين أضاف إلى الفريق شيء كبير. إذا الدير الشباب أم الحصم الاتفاق أعتقد ذلين عندهم فرص أن يكونون شنو يزاحمون بربار والأهلي على شنو على المراكز الثاني والثالث وليش لا. وشفنا الشباب تغلب على شنو على بربار على بربار. فهذه الفرص موجودة اليوم الاتفاق يتعادل يمن يتعادل يا بربار نفس الشيء. إذا الفرق موجودة في فرص بس يعتمد على نواحي معينة على الاستعداد النفسي على التحضير الفني عندما يتواجهون مع بعض الفرص راح تكون موجودة أعتقد. صح. نعم صحيح أن الشباب مثل ما قلت فاز على بربار لكن في نفس الوقت خسر من البحرين الفريق اللي حقق فوز واحد على نادي الشباب. لولا هذا الفوز ممكن نقدر نقول نادي الشباب راح يكون في صدارة الترتيب ب 16 نقطة. الخبرة راح تأثر على هذه الفرق الشابة أكيد يعني بدون شك. شوف بس قبل أن نطرق لهالموضوع أنا بقول لك شغلة واحدة، نظام الدوري هالسنة نظام الدوري أعطى للفرق أن لازم تبذل المجهود سواء توصل للمربع أو أن تكون من المراكز المتقدمة لأسباب معينة. لان لو كان اي فريق منهم لان بقول لك السنوات السابقه اللي كان في نموذج الدوري مالنا احنا كان لما السنوات السابقه الفرق ايش تسوي؟ معظم الفرق اللي هي كانت ما تتاهل او اللي ما تهمها انها هي تتاهل للسداسي كانت تلعب على اريحيه بحيث انها هي في الادوار الثانيه تبذل المجهود عشان توصل. لكن بالنسبه لهالسنه هالدوري نظاما انه المربع والسبع والفرق الثانيه اللي هي تلعب تحت السبع الفرق تلعب تحت فيها نوعيه مزيه ممتازه بحيث انها تجبر الفرق انها لازم يبذل مجهود ولازم ولازم يفوز لاسباب. الخامس شوف احنا الرابع خلاص يصعد فاحنا لما يطلع الرابع ويطلعون اربع الفرق بالنسبه احنا صارت اختلافيه. كان قبل في التمهيدي يهمك ان انت توصل السداسي عشان تضمن فوق. الحين لا، الحين انت لما توصل الرابع بعد في اهميه ان توصل الرابع، بس بالنسبه لتحديد المركز الاول والثاني والثالث والرابع راح يكون دوري بينهم. راح يعيد جدوله الترتيب بين واحد واثنين وثلاثه واربعه، وبالنسبه للفرق اللي تحت، احنا ما نقول اللي تحت، راح تتنافس على اربع مقاعد. وهذا مهم. اربع مقاعد مو نفس قبل كان على مقعدين، الحين اربع مقاعد، وفوقها راح كل فريق بالنسبه للخامس راح ينزل او يطلع بست نقاط معه والسابع راح يطلع بخمس نقاط والثامن راح يطلع باربع نقاط. وهذه هي الى ما لما يدش في المنافسه معناته عنده ادفانتج انه هو يسيطر. فعلى الاساس تشوف التنافس مثل ما قال الكابتن علي التنافس صاير هالسنه
في على مراكز المركز الرابع، ومو بس المركز الرابع، حتى المراكز الثانية هذه لها دور وأهمية. راح ياخذ ادفانتج لما لما يطلع، راح يشيل وياه نقط، راح يشيل وياه نقط، وهذا ادفانتج. معناتها كل فريق لازم يفوز، مثل ما تفضل زميلي الكابتن بدر، كل فريق لازم يفوز. لما تفوز وتاخذ نقط حتى الدور الثاني راح شنو يفيدك هذه في الترتيب. هاي بالنسبه للمراكز الخامس، من الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وهو المتواصل، هذه مهمه اليهم. يعني الحين هو لما يلعب، لما يلعب سواء ويا الاهلي او ويا النجمه او ويا الفرق، فتشوفها يبذل مجهود عشان يفوز. فهذا الفوز ما له دافع الا انه حتى لو خسر انه يوصل للمراكز اربع، يوصل في المراكز اللي هي المتقدمه ويكون عنده ادفانتج انه يكون عنده نقاط فيها. يمكن هاي اللي فسر النتائج الغريبه اللي صارت خصوصا في اخر جولتين. يعني نتائج نقدر نقول عنها غير منطقيه كانت بالنسبه للترشيحات اللي تسبق المباريات. صحيح صحيح، منافسه قويه. لذلك تشوف الاهلي تعادل مبارتين دون لا يقابل باربار ولا قابل النجمة، تعادل مبارتين الأهلي. فهذه شيء يعني مو مستغرب من الفرق، لأن الفرق الثانية اليوم قاعدة تحط على نفسها على أساس تأخذ فرصتها، وليش لا قاعدة تتعب الفرق الثانية بعد. تعادل يدير، تعادل الاتفاق، اليوم ممكن أحد الفريقين ذلهم ممكن أم الحسم يعمل لك حاجة بعد، ممكن الشباب يعمل لك حاجة، وممكن في نفس الوقت مثل ما تفضل أم الحسم انهزم من توبلي. صح. أوكي، الشباب انهزم من وين؟ صحيح. انهزم من فريق نادي البحرين. والشباب يفوز على باربار. كل شيء جايز، لأن الفرق قاعدة شنو؟ تبذل مجهود. احنا بما أننا نتكلم عن نادي أم الحسم، يمكن حارس أم الحسم تيسير محسن، حارس الدوري السابق، تعرض إلى إصابة قوية في مباريات الدوري في أحد الأسابيع الماضية. وصلتنا لقطات مصورة بالهاتف من الصالة يوم إصابة الكابتن تيسير محسن. نطالع هذه اللقطات ونرجع للتعليق عليها مع الكباتن. الملاحظ، يمكن الملاحظ من هذه اللقطات اللي شفناها قبل شوي على الهواء الكابتن علي، عدم وجود سيارة الإسعاف، عدم وجود أي تجهيزات طبية في صالة أم الحصن. اللاعبين لاعبين بربار بروحهم كان، أو لاعبين أم الحصن عفوا بروحهم كان يشيلون الحارس تيسير محسن ويدخلون فيه للغرفة. ويمكن عقب هو بيتكلم زود عن هذه الإصابة بيقول أن الإداري خذاه بالسيارة وضح فيه إلى المستشفى. كابتن علي تعليقك على هذا؟ طبعا شوف اخوي محمد، احنا دائما نقول لعبه كره اليد فيها احتكاكات كبيره، اصاباتها دائما تكون بليغه، ما نتمنى الاصابه، ولكن العتب ان نقول احنا محتاج تنسيق اكثر بين الاتحاد، بين الانديه، بين وزاره الصحه. ما اعتقد راح يمانعون وزاره الصحه لو طلبنا المساعده بتواجد سياره اسعاف. يمكن قبل موسمين او ثلاث مواسم كانت تتواجد سيارات اسعاف برا. الاصابه هذه في اي لحظه ممكن تحصل، تواجد السياره ضروري. لو ما تواجدت السياره هذه ممكن تتفاقم شنو الاصابه. تخيل تيسير سقوط خاطئ على الرجل ادى الى قطع في الرباط الصليبي. اوكي، نقله، طريقه النقل خطا، زين طريقه الاسعافات خطأ. لو كان تواجد اخصائيين، يعني كثر الله خيرهم اخصائيين علاج الموجود سواء في الأندية قادرين يسوون ذي اللي عليه، بس أفضل الحمالة لو كانت موجودة ينشال اللاعب بطريقة سليمة، يتحط في سيارة سليمة كإسعاف. أفضل لما يتخلى في سيارة خاصة وينقل إلى المستشفى. قد يأثر على الإصابة، على نوعية الإصابة هذه يعتمد، قد يكون لا سمح الله في العمود الفقري أو خلع في المفصل وتحتاج لنقل مباشر. هذه الإصابات البليغة محتاجة سيارة إسعاف. نعم. اليوم جميع الرياضات سواء قدم أو سلة أو يد أو طائرة نحتاج تواجد، بالذات في مجمع الصالات ذي في أم الحسم تحتاج تواجد سيارة إسعاف لسلامة اللاعبين والمتواجدين في المنشآت الرياضية هذه. نعم. قد يطيح لا سمح الله أحد الجماهير اليوم، حتى أحد الجماهير معرض لضغط معين،
ممكن لا سمح الله سقطة قلبية أو حاجة أو ذي أو إصابات. إذا تواجد السيارة هذه للإسعاف ضرورية في 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 هالمنطقة لتواجد عدد كبير من المواطنين ومن الرياضيين. كابتن بدر راح ارجع لك الحديث عن كابتن تيسير محسن، لكن نطلع احنا الكابتن تيسير محسن نشوفه شنو قال عن الإصابة هو واداريين نادي ام الحصن في هذا التقرير. كابتن، يمكن إصابة قوية صارت لك، تخبرنا شنو هي الإصابة وشلون صحتك؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. الحين سوينا أشعة اللي هو انا رحت اول شيء حق خليل ربيع، قال عندي قطع في الرباط، بس الحين باقي على اجراءات النادي بس عشان نكمل. هل النادي راح يعني تكون عمليه المعالجه دايركت من الفتره الحاليه؟ الصراحه النادي يعني من اول ما اصبت انا ما قصروا وياي صراحه، تابعوا وياي يعني كل ما الحين بس باقي اللي هو اجراءات العمليه، الحين بس بيشوفون يا باسم ضيف او يوسف العالي، وبس تقريبا اجراءات النهائيه يعني. كابتن، الاسعاف اللي ما كان موجود هل اثر او زاد من اصابه تيسير؟ ما اعتقد يعني، بس يعني كان مفروض لازم يكون في اسعاف يعني او شيء، بس يعني الاداره ما قصرت يعني، حاولوا يودوني باسرع وقت والحمد لله. كابتن، طلعت من الملعب، الشباب هم اللي شالوك للحجره، متى يا الاسعاف او متى اسعاف ما جاء الاداري وداني الى العياده وبس، وتسووا عليه فحوصات و... الإدارة لأن خافوا أن يتأخر الأسعاف فهم ودوني. كان ترتيب ما ميش بين الاتحاد وبين يعني مثلا إدارة السلمانية، لكن يعني هذه حال الكورة الأول والأخير، هاي حال الكورة يعني، سواء في إسعاف ما في إسعاف هذه حال الكورة. وعن موضوع تيسير إصابته يعني ما هزت الفريق هزه قويه، البركه في الشباب ان شاء الله. كابتن تيسير، وين وصلت مرحله علاجه؟ والله تو ماخذ اشعه مراي، وان شاء الله ننطر تقرير الدكتور يوم السبت ان شاء الله، وان شاء الله خير. طبعا راح تكون تكاليف العلاج كلها على حساب النادي؟ على حساب النادي. ما كلمتوا المؤسسه شيء يعني؟ لا ما كلمنا المؤسسه ولا شيء، حسب العقد ويا اللاعب ان النادي تكفل بكل شيء. ألف سلام للكابتن تيسير محسن. كابتن بدر، يمكن من أيام كانوا في برنامج في التسعين الأخوان يتكلمون عن كرة القدم في حال عدم تواجد سيارة الإسعاف في حق للحكم أنه حتى ما يبدأ المباراة للحفاظ على سلامة اللاعبين. في كرة اليد تشريعاتها وقوانينها في شيء يضمن سلامة اللاعبين بهالدرجة أنه في حال عدم وجود تجهيزات طبية ما تقام المباراة؟ والله لحد الآن ما صدر قانون بالنسبة لقانون كرة اليد أنه إذا ما تتواجد فيها، بس أنا أتمنى يعني هذا الأمور اللي أنت ذكرتها إنه يكون إذا فريق ما عنده أخصائي، هذه من درجات المهمة، خاصة إحنا مثل ما قال الكابتن علي كرة اليد تختلف يمكن بنوع كبير عن الفرق عن اللعبات الثانية، لأن فيها القوة والسرعة والاحتكاك المباشر مع اللاعب، ممكن في أي لحظة ممكن تصير إصابات خطيرة، ممكن إصابات كلش بليغة. حصل أنا بس بأثني على كلام الكابتن علي إن حتى الجمهور ممكن يتعرض مثل ما قال، وصارت هذه حصلت واقعة في البحرين في صالة الشباب الأولية. نعم. كان عندنا مدرب في نادي باربار كان في الجمهور، تعرض لأزمة قلبية، نقلوه من فوق إلى ما وصلوا السيارة توفى، فارق الحياة. لو كان في إسعاف كان ممكن يسعفونه هو في مكانه، ويمكن سبحان الله هذه قضاء الله سبحانه وتعالى أكيد. بس ممكن إنه يعيش الإنسان هذا، ممكن في لحظة لما موجود تخصص إلى سيارة إسعاف أو ناس متخصصين في هذه الأمور ممكن. فأنا أتمنى يعني إن فعلا هذه الأمور مو بس لكرة اليد، كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، الكرة الطائرة، أكيد كل الألعاب، دي الألعاب نحتاج إنه يكون فيها ترابط فيها. كابتن علي، بشكل سريع، يمكن أنت كنت تقول لي قبل شوي أم الحصن تعرض إلى صدمة كبيرة بغياب تيسير، مدير الفريق محمد عواد يقول الفريق ما اهتز بغياب تيسير. صحيح، وهذا الكلام أنا كان لي جلسة ولقاء مع مدرب الفريق فريق أم الحصن، هو كان يقول مثلا أن تيسير خسرناه وكذي. أنا أقول له شنو، فعلا تيسير لاعب مؤثر، ولكن الطاقة الموجودة مو هينة،
لاعبين ام الحصن بجهازهم الفني بجهازهم الاداري مهينين يتاثرون. اي نعم في تاثير، ما ننسى دور تيسير وفضله على الفريق وتصديات الحلوه، ولكن هم قادرين يطلعون، بس لازم يشيلون شنو فكرهم. نعم. من تيسير، من تيسير. احنا مو موجود عندنا تيسير اذا احنا مو جيدين. لا، هم قادرين ام الحصن يروحون لابعد من كذي. نعم. يملكون فريق جيد فعلا. كابتن بدر، يمكن احنا تكلمنا عن اغلب فرق الدوري، انا راح اروح الى الفريق الاخير التضامن. يمكن شدتني نقطه، فريق بربار اللي حاليا متصدر جدول الترتيب سجل 192 هدف. صحيح. تضامن صاحب المركز الاخير سجل 195 هدف، لكن عيب عليه ان اسوء دفاع تلقى 232 هدف. شوف فريق تضامن، يعني انا مسابق ودربت هذا الفريق، عند النزعه الهجوميه زين، وهم عند النزعه الدفاعيه، بس فريق مثلا يعني خاصه الحين الفريق الحالي اللي عندهم فرق صغار يدعمهم لاعبين كبار، اثنين اعتقد او ثلاثه لاعبين، اثنين محمد جواد ومحمد مكي، هذا الوحيدين اللي هم، الباقي كلهم صغار. فتشوف الصغار هذين عندهم النزعه الانطلاقيه مثل مميز جدا في الفاست بريك، رحم الله والديك. مثل ما قلنا احنا فريق الشباب عنده السرعات وعنده انطلاق وعندهم شباب، هم عندهم بعد لاعبين ممكن ينطلقون وممكن يروحون، فعلى الاساس تشوف معدل مبارياتهم ويا الفرق كلها السكور يوصل فوق 30 هدف. نعم. دائما، فعلى الاساس تشوف عندهم الاهداف كبيره والتلقي الاهداف عليهم كثيره. يعني كابتن بدر ميرزا، شكرا لك على تواجدك معنا اليوم في تايم اوت. ان شاء الله، الله يخليك وطول عمرك حبيبي. كابتن على الانزور، شكرا لك على تواجدك معنا. شاكر لك اخوي محمد، وشاكر للاخوه المشاهدين على سعه الصدر. شكرا لك. من ملاعب اليد الى ملاعب الطائره، وناخذ هذا التايم اوت مع الزميل عبد العزيز الخضير. الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة انطلقت بلقاءين قويين، إذ جمعت المواجهة الأولى بين حامل اللقب النجمة ومنافسه لبسيتين، الذي قدم أداء مميزا في هذه المباراة وكان ندا للرهيب في معظم فترات اللقاء، إلا أنه افتقد للنفس الطويل ووقع في أخطاء هجومية في الأوقات الحاسمة، ليفوز النجمة بنتيجة المباراة بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وانفرد بصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط. صراحة الشوط الأولي كنا احنا نتقدم والرد متأخر، يجونا بالإرسال كنا في آخر النقاط الغلط، خصوصا في الاستقبال، خصوصا كوستا هو اللي مشى علينا في الشوط الأولي والثاني، وبعدين موعدهم قام يغير 4-2، ويمكن الشوط الثالث خلينا ان مدربهم جوزيف بدأ لعب البديل، فخذينا الشوط، تمنينا ان احنا ناخذ الشوط الرابع علشان لو نرجع الاساسيه يكونوا طلعوا من جو المباراه، ولكن ما توفقنا. صار في تراخي من الكل، ضعفت ارسالاتنا وهجومنا قل، فهاي ادى لنزول مستوى الفريق. المباراة الجاية بتكون أصعب، لازم نجهز لها أحسن، صار في توقف حق الدوري لمدة أسبوعين، فبنحاول نجهز الفريق، يعني يجهز الفريق بأحسن صورة، عندنا أداء أفضل من كذي بوايد، بس ما أدري، إن شاء الله الجاية. لقاء قمة الجولة بين دار كليب والأهلي كان أكثر إثارة، إذ تبادل الفريقان الأفضلية في أشواط المباراة وسط حضور جماهيري هو الأكبر في هذا الموسم حتى الآن. كلمة الحسم في الشوط الفاصل كانت لعنيد الدار الذي استفاد من تألق ثلاثي الأطراف محمد يعقوب وعلي إبراهيم ومحمود عبد الواحد، فيما دفع الأهلي ضريبة أخطائه الكثيرة خصوصا في عملية الإرسال، ليحصد دار كليب نقطتين من المباراة ويواصل ملاحقته للنجمة. المباراة كانت زينة، فيها أخطاء شوي يعني إن شاء الله نداركها بعدين. الطرفين اللي قدموا مستوى زينة، ربما يعني التركيز في آخر الشوط يعني وبعض اللعبات يعني المفروض حاسب لها، بس هل صار الفارق فيها يعني. أكيد متوقع المباراة، يعني سيناريو يعني الأهلي مع دار كليب يعني من السنين اللي راحت نفس السيناريو تقريبا، الكلمة دائما تكون فاصلة اللي يكون أكثر تركيز، يعني الحمد لله الشوط الفاصل شوية كانت رسالتنا أفضل تركيز، يعني قللنا الأخطاء، الحمد لله أننا قدرنا نحقق المباراة. ورغم الندية في كلا اللقاءين إلا أن المستويات الفنية لم ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب، وربما يعود ذلك إلى عدم دخول اللاعبين في أجواء المنافسات بعد التوقف الطويل منذ الموسم الماضي، ونحن بالتأكيد على موعد مع مزيد من الإثارة والحماس في الجولات القادمة.
قبل لا ندخل في تفاصيل الجولة نرحب معنا في الاستديو بالكابتن جاسم النبهان. حياك الله معنا كابتن. الله يحييك. الكابتن محمد عبد العزيز حياك الله معنا في برنامج تايمان. كابتن جاسم كان قبل لا ندخل في تفاصيل الجولة حاب أسألك سؤال عنك، يمكن بعد مسيرة طويلة مميزة مع المحرق، أندية خليجية أندية أوروبية، اليوم أو هذا الموسم ما نشوف لك تواجد مع أحد الأندية، اعتزلت بشكل رسمي أو لحد الحين؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحب أشكر على الاستضافة وأهنئكم طبعا على الانطلاقة الجديدة لتلفزيون البحرين قناة الرياضية، وأتمنى لكم التوفيق. وبخصوص يعني الاعتزال، انا ما يعني لحد الحين انا ما اعلنت اعتزالي، انا ما زلت موجود في الساحه، بس ان متجه على مسار التدريب واحاول ان شاء الله اني اتجه في التدريب اتعمق فيه اكثر مثل ما تعمقت فيه كلاعب، احب اتعمق فيه كمدرب، وان شاء الله الله يوفقني فيه ان شاء الله. طبعا اتمنى لك التوفيق كابتن. الحين ندخل في تفاصيل الجوله الثالثه من الدوري، نشاهد الان نتائج المباريات. النجم فاز على البسيتين بثلاث اشواط مقابل شوط واحد، الاهلي خسر من دار سليب في قمه الجوله بثلاثه اشواط لشوطين، المحرق حقق الانتصار على بني جمره بثلاث اشواط نظيفه، النصر بنفس النتيجه على اتحاد الريف. كابتن نتكلم عن الجوله الثالثه، من رايك مباراه الاهلي ودار سليب قمه الجوله ارتقت الى المستوى؟ والله من ناحية ارتقاءك للمستوى نعم ارتقت لمستوى عالي. مباراة دار تشليب والأهلي كانت من أفضل المباريات اللي شاهدتها لحد الحين، فيها طبعا الكثير من النقاط اللي كانت حماسية بين الفريقين، كانت ندية وكان في أكثر من نقطة متداولة من بينهم، وفي الأخير كسب دار تشليب المباراة بقلة أخطاء ممكن أو تركيزه في المباراة، والأهلي كانت عنده يعني أكثر من فرصة ما استغلها وصارت عنده أخطاء شوي ممكن تقول عنها يعني تقول أن أخطاء بسيطة هي اللي كلفت ثمن المباراة كلها، بس كرقي للمباراة كانت مباراة ممتازة يعني أنا شاهدت. كابتن محمد يعني هذه المباريات الكبيرة دائما نقاط صغيرة هي اللي تفرق فيها، شو اللي فرق في مباراة الأهلي ودار سليب؟ أتوقع كان الاهتزاز في الكرة الأولى عند فريق الأهلي كان شوي مهزوز، ما كان بالمستوى اللي متوقع فيه أنه يطلع حكم ان عندهم ليبرو من احسن الليبروات في البحرين. هاي الشيء اللي اتوقع انه فرق عندهم يعني عن فرق دار تشليب. دار تشليب كان عنده استقرار في الكره الاولى اكثر من نادي الاهلي. خلينا نشاهد احصائيات المباراه اللي نشاهدها الان على الشاشه معانا. الاهلي ودار سليب الاشواط 3-2 لدار سليب، النقاط 106 نقاط لدار سليب مقابل 100 ونقطه واحده للاهلي، الارسالات المباشره 4-3 لصالح الاهلي، الارسالات الضائعه 25 من قبل الاهلي و17 من قبل دار سليب، الاخطاء 22 من دار سليب و16 من الاهلي، حوائط الصد 13 من دار سليب و12 من الاهلي. كابتن جاسم، تواجد الكابتن فؤاد عبد الواحد على راس الاداره الفنيه لدار سليب تعتقد انه كان خطوه موفقه بالنسبه للفريق؟ اعتقد ان فؤاد عبد الواحد ممكن هو الاصلح او يعني كمدرب وطني هو الاجدر في انه يمسك نادي دار تشليب، خصوصا انه يتمتع بخبره عاليه في الملعب وعنده طبعا منتخب اللي هو الناشئين اللي كان تحت يده، و يعني كابتن فؤاد ممكن هو اجرب لهم كلاعبين كنفسيا حق لاعبينهم اللي موجودين تكتيكيا فنيا. نادي دار تشليب عنده مميزات وايد، يعني انا وايد احب اني اشوف فريق دار تشليب يلعب، انا وايد اتفائل لما اشوفه في الملعب خصوصا يلعب من غير محترف وعنده الخامه الوطنيه موجوده من كل شيء، من جهاز فني جهاز اداري من طبيب، يعني فول ستاف عنده تقريبا، وما كان يعتمد على لاعب محترف هاي السنه، فاعتقد ان دار تشليب بيسوي مفاجاه في هاي الموسم. نعم كابتن محمد، يمكن الاهلي من افضل اللاعبين في دكه البدلاء في بين فرق الدرجه الاولى، لكن ما شفنا التغييرات كانت تخدمه في مباراته مع دار سليب. يعني هو اتوقع ان المدرب اكثر شيء ركز على التغييرات في الاطراف، تغيير واحد صار له عن طريق السنتر كان علي الصرافي ما كان في مستواه المعهود فبدل ومشى السنتر الثاني معاه اللي هو عباس، هاي شوي اعطاهم شوي دافع ان السنتر يتحرك بشكل افضل عنده، والاطراف اللي بدلهم تقريبا يعني افضل الاطراف موجوده في الملعب، فما ما ما اعتقد انه لا داعي انه كان يبدل، كان يعتمد على البلوك حزه النقاط الحساسه، كان يدخل اعتقد
امين ما كان المعد، فهاي الشيء اللي فرق بس وما ما ما اثر يعني حتى فرق كل ما كان في المستوى يوم. ما كان في المستوى كفريق كمستوى يعني ك كمستوى كامل ما كان في المستوى المعهود بان يطلع فيه يعني. كابتن جاسم مش نقرا من هذه الارقام اللي نشوفها قدامنا الحين للاحصائيات، يمكن ارسالات الضائعه من قبل الاهلي 25 ارسال مقابل اخطاء ايضا 16 خطا من الاهلي، دار شليب اخطاء اكثر، لكن الارسالات الضائعه شوط كامل مضيعينها بالارسال الضائعه لدى الاهلي. والله هو في كره الطائره يعني يمكن كره الطائره الحديثه الحين اغلب الانديه او المنتخبات يعني تبتدي برسالات قويه، فاعتقد نادي الاهلي اول ما بدا كان يبتدي برسال ريسك يعني كان يلعب رسال قوي، فعلشان كذي هو خطا، وفي نفس الوقت اخطائه الكثيره في الارسالات سببت له الخساره. يعني نادي دار تشليب في يعني لو بتلاحظ نادي دار تشليب ما خطا وايد في الارسال، دار تشليب ممكن حقق 18 خطا في الارسال وياب ثلاث نقاط نقاط دايركت، وعنده 104 ارسال لاعب 104 محاوله ارسال عنده، ونادي الاهلي عنده 24 خطا وعنده اربع نقاط من 104 محاوله ارسال، فاعتقد ان الارسال ممكن كبرسنتج بالنسبه حق دور تشليب كان افضل ومركز افضل، بس الاهلي خطا فيه اكثر، فاعتقد ممكن هو احد اسباب خساره الاهلي انه في الشوط الرابع والشوط الخامس بدا انه هو يوصل الارسال يسهل مهمه المعد يخلي المعد يلعب براحه فيقدر انه هو يشكل على الشبكه، بس لو كان رسالات الاهلي مؤثره ممكن انه يحرج دور تشليب، فاعتقد ان هذه احد الاسباب في خساره الاهلي. كابتن محمد يمكن حتى محترف الاهلي البس ما شفناه بالمستوى اللي نعرفه فيه، هاي يمكن اول اختبار حقيقي يواجهه بعد عودته الان من بلده، هل الحين ما تاقلم يمكن نقدر نقول عنه او انه بدا عامل السن ياثر فيه؟ البس حسب معلوماتي يعني قاعد يتطور من مباراة لمباراة ثانية بحكم أنه هو ترى ما شارك إلا مبارتين من بدء الدوري للحين، هاي المباراة الثانية اللي يمكن شارك فيها، عندك الله يسلمك ركزوا أكثر شيء على عليه هو بالذات في الاستقبال، طبيعي اللاعب لما يتركز عليه الإرسال يتأخر من هجومه، فهاي كانت نقطة أن تأثير نادي دار تشليب مركزين عليها من ناحية ألبس، وهاي تراوالي وايد أثر على هجومه من كذي ما بين بشكل أكثر يعني في الملعب. يعني كابتن جاسم كان دار شليب في الشوط الرابع تحديدا كان متقدم، لكن اللاعبين حطوا بالهم وايد مع الحكم، كانوا يعني يرددون الحكم في أكثر من نقطة، فهذا الشيء أفقدهم تركيز داخل الملعب خسروا الشوط، تعتقد أن هذه الأمور تعود إلى خبرة اللاعبين أو انضباطهم داخل الملعب؟ شيء طبيعي لما اللاعب يكون خارج محور الملعب ولما يفكر أن الحكم قاعد ممكن انه هو يرتكب خطا في ان الفريق يخسر، يعني هي نقطه واحده ممكن انها هي تاثر، بس المباراه بتكون طويله. اغلب لاعبين دار تشليب اتجهوا حق الحكم بعد ما محمود عبد الواحد اعتقد لعب كوره كانت تاتش في البلوك وراحوا احتجوا عند الحكم كلهم بشده لان كانت نقطه حساسه، فممكن هاي النقطه تحول ويمكن انها هي قله خبره بالنسبه لهم، بس ما اعتقد انها هي قله الخبره، اعتقد انه داخل الملعب كان في يعني جمهور والضغط وهاي الاشياء كلها تسبب شوي نرفزه داخل الملعب ان اللاعب ما تكون عنده الخبره الكافيه انه هو يقدر يتحكم مع الحكم يكون ضده والفريق الثاني يكون ضده، بس في نفس الوقت يعني نادي دار تشليب قدر انه هو يمسك زمام المباراه ومشي معاها من عقب هاي النقطه هو تتاثر فيها ووصل وكمل يعني كمل المباراه بشكل جدا ممتاز، فتاثر في هاي النقطه نعم تاثر وايد بعد. نعم يمكن من اللاعبين المميزين في دار شليب محمد يعقوب وعلي ابراهيم، اللاعبين بالتحديد يمكن سمعنا مسلسل طويل كان في الصيف بينتقلون لمحرق بيتمون في دار شليب، عموما هم في النهايه ما انتقلوا للمحرق وبقوا في دار شليب، لكن هم مكسب لاي فريق يلعبون فيه. طبيعي يعني افضل لاعبين تقريبا من افضل اللاعبين الموجودين على الساحه البحرينيه، يعني الطرف اللي هو مركز اثنين ولا مركز واحد علي ابراهيم من افضل الضاربين، نفس الشيء محمد يعقوب، يعني محمد يعقوب بالذات ان الموسمين الاخيرين اللي طلع فيهم وايد يعني برز بشكل ملحوظ، اي فريق يعني يقدر يملك مثل هاللاعبين طبيعي راح يؤدي نتيجه وايد طيبه يعني في الدوري ولا في اي دوره كانت. نعم احنا عموما رحنا للاعبين دار شليب محمد يعقوب وعلي ابراهيم وسالناهم عن موضوع انتقالهم للمحرك، شو اللي عطله وش اللي الغاه؟ نسمعهم ايش قالوا في هذه اللقاءات. يعني
عبد المحرق يعني كان دائم والنادي كان عنده تشككات انه يبغاني اطلع لمصلحتي بس بعد يبغي في نفس الوقت انه مصلحة النادي بعد فتحير يعني انه شنو ياخذون قرار اخذوه ازم الاجتماع في الاخير توصلوا انه مو موافقين على هالشيء بعدين جاء عرض ثاني بس ما كان يعني ما كان في تواصل بين الناديين ازل شيء فهالشيء اثر على الشيء يعني وهالشيء خلاني ان ابقى في دارك تلعب انا التواصل ما كان بين الناديين يعني تواصل كان معك شخصيا من نادي محرق يعني كان في تواصل معي كان في تواصل يعني افراد مو فرد واحد شخصي هو اللي يجي يتكلم ازين من فرد يجي يتكلم ما حصلت الموضوع رسمي ايوه يعني الموضوع ما جاء رسمي بال مرة ثانية، المرة الثانية قام يجي شفوي يعني الرسالة اللي تطرش ما كانت صحيحة. والله كل فريق أروح له، خلاص الفريق، أي فريق بروح له بلعب أنا. والحمد لله على الفريق. بس كنا سمعنا أنت كنت بتجدد إعارتك بداية الموسم في شيء عطل الموضوع؟ والله في شروط ما صارت يعني من صوب المحرق وبقيت في دار سليب. يعني محرق هم اللي فرطوا فيك. الله العالم. حبيبي تسلم. الكابتن علي إبراهيم قال شروط لم تتحقق من جانب المحرق. محمد يعقوب قال خلاف كان حول مدة العقد وكان حسيت عدم جدية من جانب المحرق إن أكثر من شخص كلمني بشكل شخصي ما قاعدين يكلمون الإدارة. يعني يمكن كابتن جاسم النبهان نادي المحرق معروف من باحترافيته الإدارية معروف بحنكته الإدارية لكن مو معقول إنه ما يعرف ينهي صفقتين للاعبين نجمين في سنة واحدة لاعب يخسره يرجع مرة ثانية تنتهي عارته ما يعرف يجدد معه وفي النهاية محمد يعقوب أيضا كان يبي ينتقل ايضا لكن ما كان في موضوع رسمي. والله بالعكس نادي محرق نادي عود نادي انا تربيت فيه و يعني نادي بطولات من والى ما تقدر تحسب يعني كذا البطولات اللي حققها وطبعا مجلس اداره نادي محرق من احرف واقوى الادارات اللي موجوده في البحرين ممكن انها هي تختار اي لاعب تحتاجه يعني شرط كان علي إبراهيم ولا محمد يعقوب ولا أي لاعب ثاني بيكون موجود معاهم فحسب الشروط والاتفاق اللي يكون مع مجلس الإدارة ممكن أن اللاعب يكون راضي ممكن اللاعب ما يكون راضي ممكن أنه يقدر أنه هو يواصل معاه ممكن ما يقدر يواصل معاه بس في الأخير القرار راجع لللاعب والقرار راجع للإدارة بس من ناحية أنهم يختارون لاعبين اثنين وأنهم يقدرون أن يروحون أعتقد في المقابلة كان شيء واضح بالنسبة لهم يعني كل ما في لاعب في البحرين ما يحب يلعب في محرق أي لاعب في البحرين بتسحبه بيروح يلعب في محرق يبغي يلعب في محرق مهما كان حتى لو كان من غير فلوس بس أن في الفترة هذه الحين غير فلوس ما حد يلعب هلا الحين في الوقت الحالي أنا طبعا واحد من اللاعبين اللي يعني عاشرت أو مشيت مع الأجيال كلها من ناحية أنه كانت عقود بفلوس ولا ما كانت بفلوس أنت الحين تتكلم تقول أنه الحين في الوقت الحالي أنه في لاعبين يحتاجون عقود وأنا أقول هاي الشيء صح الشيء هاي صحيح اللاعب يعطيك من وقته ويبذل جهد ويترك بيته ويتمرن صبح وعصر وليل وظهر ومغرب ويبغي طبعا يرفع اسم النادي ويرفع اسم البحرين في الأخير كممثل المنتخب من شيء طبيعي انه هو كلاعب يعني يحتاج هذه الريسورس علشان انه هو يطلع فيه فوق ويمكن يرتقي لابعد مدى وانا اتمنى انه مو اللاعبين فقط اللي يكونون يحترفون في البحرين انا اتمنى ان لاعبين نبغي نسمع لاعبين يعني كره الطائره يكونوا موجودين برا الخليج العربي نبغي نشوف لاعبين يكون مثلا في اي مكان في اوروبا مو بس جاسم نبهان راح لعب في اوروبا لا انا يعني من الجينيريشن اللي جاي اللاعبين الصغار يعني اتمنى ان نشوف اكثر من 4-5 لاعبين يكونون برا البحرين يعني مو بس نادي محرق نادي محرق نادي عود ويعني غني على التعريف خصوصا لما يكون انت بينك وبين النادي اي شروط او اي عقود ما يتم يعني توفيرها طبعا اكيد النادي بيتراجع بيصرف النظر وبيروح حق لاعب ثاني لكن بعد مثل ما يقولون هاي نصيب يعني هذه في الاخير شيء الله يكتبه يعني وان شاء الله انا اتمنى حق اللاعبين اللي الاثنين يتوفقون اكيد نتمنى لهم كل التوفيق معنا نتمنى لهم كل التوفيق طبعا كابتن محمد يمكن نادي المحرق السنه يعتمد على فاضل عباس بشكل رئيسي لكن لو تواجد مع محمد وعلي في هذا الموسم راح يشكلون اضافه للمحرق بالتاكيد طبيعي يعني طبيعي انت عندك مثلث من اقوى المثلثات داخل الملعب فوين ما بتصير الروتيشن داخل الملعب راح يبين قوة ضاربة بشكل ما تتوقعها يعني أقوى ثلاث ضاربين موجودين في الملعب موجودين في فريق واحد
مشكلة هذه، ما حد يودهم. يمكن الحين راح نمر على باقي المباريات بشكل سريع. مباراة النجم والبسيتين، النجم فاز 3-1 وتصدر الدوري، يمكن ما ظهر بمستوى المعروف النجم لكن قدر ما يحسم المباراة. والله بخصوص نادي النجم وبسيتين، مباراة كانت يعني تقدر تقول أخطاء بسيتين، و يعني في النقاط الحاسمة لما أنت تطلع بعد 16-17-18 يبتدي نادي بسيتين يتأخر في النقاط، ويبتدي طبعا يخطأ في الاستقبال، كور مباشرة من النقاط التيلة، يضيع رسالات أو ممكن كور سهلة ما يقدر نهوها حتى يخلصها. هاي طبعا في أسباب يعني تكون في هذه النوع من المباريات. يمكن توظيف اللاعبين بالنسبة يعني كوجهة نظري أنا، توظيف اللاعبين داخل الملعب حق نادي بسيتين ما كانت بالجهة المطلوبة. نادي النجمة فريق مرتب، فريق نفسه هو لاعب السنة اللي طافت ويلعب في السنة اللي موجودة، عنده يعني واحد من المعدين، أفضل معدين يمكن يكونون في البحرين، وعنده طبعا لاعب مركز اثنين كوستا اللي برازيلي، وعنده حسن عقيل، وعنده علي مرهون، ويعني لاعبينهم طبعا كلهم تقدر تقول انهم يكملون الفريق كامل، وممكن انهم يحققون شيء في هاي الموسم بعد احرازهم الدوري السنه اللي طافت. بس كنادي بسيتين لما تشوفهم هم كلاعبين اساميهم كبار، بس اتمنى انه يكون فيهم الفنيات اكثر، يعني الحرص على قله الاخطاء داخل الملعب، ويكون فيهم التعاون اكثر. المحترف عندهم محترف، يعني اقدر اقول عنه انه محترف جيد، مو ممتاز يعني جيد، ممكن انه هو يخدم الفريق، بس اخطائهم في المباراه اللي صارت مع النجمه كانت وايد، يعني اخطاء كانت فوق اللازم، فكانوا يخطئون بطريقه غير يعني غير طبيعيه. نعم. يعني عندهم مثلا في الضرب النجمه متفوق عليهم يعني 45% وهم عندهم 42%، اخطأوا في 12 كوره في الضرب، النجمه خطأ في 7 كور، ففي يعني شوي فارق في النقاط ويعطي الجاب اللي يكون بينهم. بس يعني انا اقدر اقول ان مسابقه الدوري تاوها يعني على بداياتها، والمشوار طويل، والله اعلم شنو بتكون يعني المفاجآت في هاي الموسم، بس اتوقع ان الموسم بيكون يعني موسم ممتاز. اكيد. كابتن محمد، ننتقل الى مباراه النصر واتحاد الريف. فوز سهل للنصر بثلاث اشواط دون مقابل، اول 3 نقاط للنصر في الدوري. تتوقع قادر يعود الى اجواء المنافسه النصر؟ طبعا النصر داش فريق متجدد كليا، فريق عناصر شابه فيه. الاداء اللي قاعدين يقدونه داخل الملعب يعني بالنسبه لي انا ارفع لهم قبعه. مستوى جدا متطور، وقاعد بنفس الوقت ينافس حتى الفرق الموجودة الكبيرة. أول 3 نقاط هذه بتعطيهم دافع. طبعا هما أول مواجهات كانت مواجهات قوية بالنسبة حق الفئات العناصر الشابة الموجودة داخل الفريق، فجارة أقوى الفرق للأمانة. داش مع اتحاد الريف، اتحاد الريف فريق توا صاعد من درجة ثانية، أتوقع تغلب عليهم لأن العناصر الموجودة صراحة عناصر صح شابة لكن أداها جدا عالي ومرتفع. فكانت هاي 3 نقاط أتوقع مصدر حق انطلاقة حقهم، احتمال كبير يكون الحصان الأسود فريق النصر موجود داخل الملعب ولا في الموسم بالذات يعني بالتحديد. كابتن جاسم، مباراة أخرى المحرق وبني جمرة، فوز سهل للمحرق بثلاثة أشواط نظيفة، نقدر نقول فريق استعاد أنفاسه بسرعة بعد كبوة دار شليب. والله محرق يعني بالنسبة حق محرق المباراة مع بني جامرة لعب بشكل أنا أقدر أقول بالنسبة لي يعني أتمنى أن محرق يعني يكون أقوى وأكثر جدية في المباريات نفس هذه. إحنا مشكلتنا عندنا في الدوري مشكلة، مو في الدوري حتى في المنتخب، يعني أنا لعبت مع المنتخب وأشوف يعني أي فريق يجي قدامك يكون نازل مستوى أنت تنزل حق مستوى، فهي الشيء غلط. يعني انا اتمنى ان الانديه الكبار لما تنافس انديه صغار، وانا ما اقلل من احترام طبعا كل الانديه، كل الانديه انا يعني بالنسبه حق الدوري عندك 8 الانديه كلهم تنافس على المربع الذهبي، بس ان لما تدش داخل الملعب وتشوف نفسك ان انت افضل من الفريق الثاني وتنزل لمستواه تكون في مشكله، انت تمشي معاه نقطه بنقطه نقطه بنقطه في يعني اشياء بسيطه وسهله. ف يعني نفس محرق عنده 7 نقاط من بلوك، بني جامرة عنده 4 نقاط من بلوك، استقباله 37%، بني جامرة 33%، عدد أخطاء الإرسال عنده 74 خطأ اللي هو
من محرق و55 يعني 11 خطا سوري 11 خطا من محرق وثمان اخطاء من بني جامره. ففي نقاط يعني تكون في بالنسبه حق هاي المباريات تكون جدا حساسه لما فريق لما يدخل بهاي الطريقه. بس ان كانت المباراه يعني من البدايه من ال 0-0 كانت طبعا كلها ند لفرق اللي هو ال 20 نقطه. من بعد ال 20 نقطه كان محرق بخبرته طبعا وامكانيات اللي عنده الموجوده كانت افضل من بني جمره فاستحق الفوز. بما ان احنا نتكلم عن نادي المحرق، المحرق افتقد الى لاعبين مهمين للاسبوع الثاني على التوالي، حسن ضاحي وعبد الله النجدي. كاميرا تايم اوت راحت للاعبين وسالناهم عن موعد عودتهم، نشاهد اللقاء التالي. الحمد لله ربنا الحين افضل طبعا من اول يوم انصت فيه اللي هو الخميس، الحين طبعا من اسبوع الحين افضل، بدات اتعالج عنها. تمارين يعني من تم أن ألعب طبيعي، بس الجنب هي في مشكلة. إن شاء الله على الأسبوع القادم نكون جاهز يعني إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً عبد الله النجدي بعد اليوم مفتقد الفريق، متى إن شاء الله موعد العودة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إن شاء الله بعد تكون عودتي إن شاء الله مع الكابتن حسن ضاحي الأسبوع الجاي، لأن في الأشعة الألتراساوند تبين عندي شد عضلي قوي في العضلة الداخلية، فإن شاء الله العودة إن شاء الله على الأسبوع الجاي. ألف سلام للنجمين حسن ضاحي وعبد الله النجدي، ننتظر إن شاء الله عودتهم في الأسبوع المقبل. نشاهد الآن مباريات الجولة المقبلة، الأسبوع الرابع اللي تم تأجيلها. بتكون المباريات إن شاء الله يوم الأربعاء 20 ديسمبر، المباراة في الجولة الرابعة لبسيتين مقابل المحرق، في حين النصر يواجه النجمة. في تاريخ 21 ديسمبر اتحاد الريف يواجه دار سليب، وبني جمرة يواجه الأهلي. كابتن جاسم، يعني جولة متوازنة نقدر نقول عنها؟ والله اعتقد يعني شوف مثلا النصر والنجمه بتكون مباراه، اعتقد بتكون مباراه زينه، مباراه حلوه. بسيتين ومحرق ممكن تكون مباراه بعد يعني فيها شيء من المفاجاه. اتحاد الريف ودور تشليب اتوقع انها تكون يعني من طرف دور تشليب، والاهلي وبني جامره يعني تكون من طرف واحد. يعني هاي مباريات طبيعي انت لما تشوف يعني يعرف كل واحد يعرف. اتوقع ان دي الأسبوع يعني يمكن أزيد النظر بيكون على النجمة والنصر، يعني الكل بيقعد يطالع هاي المباراة، وتمنى طبعا التوفيق حق كل الفرق، وإن شاء الله نشوف مباريات بعد أقوى الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. كابتن محمد، الجولة المقبلة نشوف دربي في المحرق ودربي في العاصمة. والله ما قصر كابتن جوسم. مثل ما قال يعني أبرازهم راح تكون تتراول يعني النصر والنجمة، مباريات الثنتين اللي بعدهم له اتحاد الريف دور الشيب وبني جمرة والأهلي بتكون أتوقع أنه بتكون طرف واحد. بس طبعا مثل ما قال ما يستهينون بالفرق القوية والفرق الصغيرة، ولا ما مو بصغيرة يعني صغيرة مجرد من انتقالاتهم يعني اللي تهم صادين فيهم. بسيتين محرق يتراول تكون بعد صار المحرق، بس أنه بسيتين ما راح يكون يتراولين تسهل حق محرق، فيتراولي لازم احطهم بولهم شوي. اكيد احنا طبعا نشكرك على تواجدك معنا الكابتن محمد عبد العزيز اليوم في برنامج تايم اوت. شكرا لك. حاضر. كابتن جاسم نبهان، شكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج تايم اوت. شكرا لك. وشكرا. شكرا لك. وصلنا معكم مشاهدينا الى ختام حلقه اليوم، نلقاكم ان شاء الله السبت بعد المقبل في حلقه جديده. الى اللقاء.